مشاهدي ام تي في، مرحبا بكم في بيروت اليوم، حيث استضيف رئيسة حزب الخضر اللبناني السيدة ندى زعرور، ومعها سوف نتطرق الى الاشكالات الاقتصادية والسياسية اللبنانية والسورية، والاتي ابرز الملفات. بين السلسلة المستحيلة والحق بالعيش الكريم، هل من حل وسط؟ متى ستظهر معالم قانون الانتخاب العتيد؟ هل يوقف الإبراهيمي آلة القتل في سوريا ولو في عيد الأضحى؟ مدام زعرور، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك توني. رح نبلش بالمسألة اليوم، إضراب عام بنتيجة المطالبة بالسلسلة. في ناس بتعتبر أنه جزء كبير من السلسلة حق للناس تيحسنوا مستوى معيشتهم ببلد عم تعلى فيه كلفة المعيشة، وفي واقع صارخ بعدم قدرة الاقتصاد اللبناني على توفير هذه السلسلة إلا من خلال ضرائب كبيرة. هل في حل وسط برأيك بين الأمرين؟ ليك، نحن سمعنا هلأ دوت الرئيس بمؤتمر الصحفي يلي كان عم بيقول أنه ما في لزوم للإضراب بمجرد نحن عطينا الوعد ونحن بصدد توفير الموارد لحتى نقدر نغطي الكلفة يلي متطلبة. ليك، أنا بدي أنظرها من ميلة الشارع، من ميلة وجع الناس. الناس حقها طالب، ناس ما بقى عندها ثقة بوعود الحكومة، ما عندنا ثقة. يعني بتحس انه المماطلة هي شغل بتصيب المواطن بالأحباط. صحيح الاقتصاد بده يدفع ثمن لأنه هن أقروا سلسلة الرتب والرواتب وما كانوا راصدين للبادجت، وهلأ جايين يفتشوا والمواطن عم يدفع الغلاء بهالوقت الضائع وعم يدفع الفاتورة تبعيته وما عم يقبض شيء بالمقابل. هل أعطون كلفة غلاء المعيشة؟ عطيوا كلفة غلاء المعيشة بس ما أقروها كاملا، يعني عم بيعطون إياها بالتقسيط. هي في كلفة المعيشة، غلاء المعيشة اللي أخذها موظفي القطاع الخاص، أخذها شهر الماضي موظفو القطاع العام. مزبوط. اليوم عم ينحكى بإعادة ترتيب أوضاع السلسلة. نعم. بشكل أنه هلأ هاي الدولة واعدة الشعب فيها، يعني ما عم بيطالبوا بشي هني ما قالون حق فيه. هلأ التنسيق مش مفقود لأنه الثقة مفقودة يعني بين المواطن والقرار الحكومي. نحن منفهم كشعب وعم نشوف غيرنا من الدول المجاورة الاقتصاد كيف عم بينهار، وما فينا نضحي كمان باقتصادنا بمجرد أنه نتسرع كيف بدنا نلاقي موارد لنقدر نغطيها. بس نحن كحزب خضر بنقدر نعرف الضرائب اللي بدها تنطرح لما تصيب الفقير فيها تصيب بنسميها win-win situation، يعني انت تضرب المطرح اللي هو عم بضر وبتقدر انت بتكون صلحته لهالموقع ورفعت عليه ضريبة، بتكون صلحت أدائه بنفس الوقت بتكون أخذت الضرر. امبارح أقرت الوزارة سلسلة من أو توافقت على سلسلة من القضايا اللي رح تبقى كرة وتحيلها لمجلس النواب. مدتها لل 31 الشهر لآخر الشهر. بس الحكم امبارح انه برفع الفوائد المصرفية، رفع التفئة على السيارات المستوردة. صحيح. الكحول. صحيح. التدخين، نحن كنا امبارح بمؤتمر، نحن بنعرف قد ايه عم ينباع يوميا كميات علب تدخين، كمان هيدي من الاشياء المضرة. نحن بنعتبر مجرد ما ينرفع عليها الضريبة ما عليه، ما بتوجع الا صاحبها يلي هو عم يستفيد من السوق ومن الماركت يلي عم بينصرف فيه. بس اذا حقيقة الحكومة جادة بإيجاد الموارد لموضوع سلسلة الرتب والرواتب، ما رح يكون عندها حجج تاني لأنه بتقدر تلاقيها في الإصلاح الإداري، بتقدر تزبطه، بتقدر تعينه، بتقدر تعيد ترتيب أمورها وتضيف الضريبة من دون ما تصيب المواطن الفقير. المواطن جائع. بس كمان بالمقابل، يعني وقتها ترفع التفئة على السيارات المستوردة وانت بلد سياحي، نعم، وبهمك مظهر الطرقات، بهمك يكون البلد في سيارات منيحة، كمان عم ترجعي مستوى المعيشة عند الناس، تجعل البلد للفقراء
في ثمن بدنا ندفعه، في ثمن بدنا ندفعه. المهم السياسة الحكومة تكون واعية وتكون على قد مسؤوليتها. نحن ما فينا نشهد يعني لما بيجينا وعود من الحكومة انه هي بدها تحسن الوضع وشاعرة بوجع المواطن وبدها تلاقي دورة تلاقي الحلول. انا من ما في انا لاقي الحلول عنها، هي مسؤولة بتحمل مسؤولية دورة. لما بتوعد الشعب بدها توفي بوعدها. هلا هي نحن حسب ما بننظر لها كحزب خضر وكيف نعمل تقييم للوضع الاقتصادي الحالي، نحن بوضع اقتصادي كتير حساس، يعني على بسموه ريد زون أكيد مقارنة بالدول المجاورة، وما عنا نحن هالرفاهية اللي نحن عايشين فيها. يمكن شفت جريدة الأسبوع الماضي بعتقد الأخبار كانت عم بتقول أنه جماعة البنك الدولي تقريبا غشوا ضحكوا وتعرفوا انه اقروا السلسله وبعد مش دارسينها، مش عارفين نتائجها بعد، يعني بس كانه تضييع وقت. وانا بلاقي منه بريء هيدا تضييع الوقت، هي فقط انك توصل وللانتخابات وتزتها على الحكومه اللي بدها تستلم من بعد الانتخابات. نحن هيك بننظر لها. اليوم خطابه للمؤتمر الصحفي كان هادئ وكان مقتنع وعم بحمل المواطن مسؤوليه الاقتصاد والتعطيل والمدارس أنا هون بغلطه، يعني ما فينا نحمل المواطن، المواطن عم طالب بحقه. هيدا أبسط الأمور. فعليها الحكومة تتحمل مسؤوليتها وتلاقي الموارد، مش شغلتنا نحن نعمل شغلة، هي موجودة بموقع المسؤولية تتحمل المسؤولية وتلاقي لها الموارد. بس كمان عندك فكرة أنه في كتير مرتبات رح بتكون أكتر من الطبيعي وأكتر من القطاع الخاص، يعني عندما يقال أنه مرتب الأستاذ رح يزيد بالشهر 1,000,000 ليرة. بدها تعيل السلع، بدها ترتفع، وبدها تغلى الأقساط المدرسية. أصلا الأقساط المدرسية غليت قبل ما بمجرد ما نحكى بموضوع رفع الأجور والرواتب، لأنه ما في سياسي جدية بقراءة الملف من كل نواحي بسكته مسكن. هيدا مسكن أنا بعتبره للشارع، مسكن للمواطن، مسكن للمعلم، مسكن للموظف. نحن مننظر أنه أي حكومة بموقع السلطة بدها تتحمل مسؤولية قراراتها. أقرت قانون تتفضل تلاقي له موارده، كان لازم تلاقي الموارد قبل ما تقر القانون مثل ما حضرتك قلت، بس في مسؤولية تقع على عاتقها مش على عاتق الشعب يلي هو عم بيتظاهر وعم بيطالب بحقه. الشعب عنده جوع، جعان، يعني ما بقى فينا نحن. ما في بيقولوا لك الطبقة الوسطى، وين الطبقة الوسطى؟ ما في عنا الطبقة الوسطى، مفقودة. بيقولوا لك الطبقة الوسطى بتقدر تحمل هالقد، بس ما رح ندق بالشعب الفقير. ما كلنا شعب فقير، من اني يعني اللي عندهم يخوتي وتيارات خاصة، واني هاي فئة الموجودة والبقوي كله فقير. كلنا فقراء، ما حدا منا مرتاح، لأنه اللي عنده عائلة واللي عنده مسؤوليات واللي عنده جامعات ما بفي يفكر أنه أنا بقدر أمن لمستقبلي. مفقود المستقبل عندي. أنتوا كحزب خضر بهذا الإطار بالتحديد، هل تقدمتم برؤية اقتصادية؟ أي أكيد. بأي مجال؟ شو اللي عملتوه بهذا الإطار؟ ليك نحن كتير حطينا بهيك بتوجه موضوع الشباب، يعني نحن بنستثمر كتير بالشباب. لما بتشرك الشاب بصنع القرار هو بيعرف يلاقي الحلول بموضوع الاقتصاد. نحن استثمارنا بالشباب، بمجرد ما نقرأ ونوضع صياغة معينة للاقتصاد المستقبل يلي نعتبره الاقتصاد الأخضر يلي الدولة قرأت من خلاله أن توجد فرص عمل وخلق وظائف لحتى تدير هيدا القطاع يلي هو القطاع الأخضر، نحن من خلاله بنشتغل، وما عم نشتغل من 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 فراغ. نحن اخذين تجارب الغير يلي حتى الامريكان لما وصلوا للازمه الاقتصاديه وصلوا للريسيشن وللديبريشن اللي هن فكروا بالقطاع الاخضر، لانه هيدا بيخلق فرص جديده ووظائف جديده بقطاع اسمه قطاع اخضر. الوظائف شو القصد بالقطاع الاخضر؟ القطاع رح اقول لك بطريقه هيك كتير مبسطه. نحن إذا بدنا نقول الاستثمار بالشباب، نعتبر الاقتصاد الأخضر إيجاد تمويل أخضر وخلق وظائف خضراء. هودي ثلاث أشياء إذا بدنا نشتغلهم. بس بلد بفترة لا 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 لا. انكماش منه بعيد عن الواقع. نعم بس سيدنا نعم. كل إنتاج يعتمد الأخضر نعم. هو إنتاج غالي. لا
هي معلومة خاطئة، لأنه كانوا يعتبروا أنه اللي بده يتحول لسياسة إنمائية خضراء هي بتكلفه. معروف أنه توليد الطاقة بس حسب أغلى، بس حسب توليد الدراسة الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن الهواء أغلى كله. لا لا لا، إذا بدك تحكي على عملية حسابية، المستثمر ما بينظر لهلأ، بينظر لبعدين. ونحن بنعرف ومنوثق أنه الصناعي لما بيعرف أنه هيدي بتوفر له السياسة الخضراء بالصناعة وبالإنتاج تبعه، لا بيتبعها. يعني بعد 10 سنين تتبلش تصير شوي مقبولة، بس هي كلفتها أغلى، وحتى الدولة هي اللي بتدفع بالدول الأوروبية تشجيع التحفيز. نعم. لا نحن منقول إذا اشتغلنا بالطاقة واشتغلنا بالبناء واشتغلنا بإدارة النفايات واشتغلنا بالزراعة، نحن بنقدر نخلق فرص عمل هائلة. باستثناء الزراعة مدام زعرور، نعم، المسائل اللي أشرت لها كلها كلفتها أغلى إذا بدك تتبع الطريقة الخضراء. ليك أنا ما عم بحكي من لا شيء، أنا متبعة أرقام من مصرف لبنان المركزي يلي هو بيقول بهالقطاعات إذا وجدت الوظائف بهالقطاعات نحن بنقدر نخلق وظائف بأرقام. أنا بس بدي أعطيك، عنا نحن 500 وظيفة بالطاقة عم تشتغل على موضوع الطاقة البديلة، إذا نشغل بموضوع الطاقة الخضراء نقدر نخلق 4000 وظيفة. 4000 وظيفة، أنا مش عم بحكي أرقام من عندي، نحن عم نتبنى الأرقام اللي موجودة اللي حطتها الدولة اللبنانية مع القطاعات المسؤولة. معناتها خلينا ناخذ الرقم اللي أخذتي، نعم، يعني وقت اللي بتدفعي 500 وظيفة، نعم، بس عم تدفعي مرتبات 500، نعم، أنت عم بتقولي تعال أدفع مرتبات 4000، معناتها عنده وظيفة أغلى يعني. نو لا، ما فيك تشوفها بهالطريقة. زيت الدور بدهم يعملوه. لا مش نفس الدور، أنت عم تخلق قطاع أخضر، هالقطاع غير موجود. ربما بيئيا أحسن. لا، بتخلق ديبارتمنت خاصة بموضوع الطاقة البديلة، هيدا منه موجود ومنه مستثمر فيه بالشكل المفروض. على كل حال، والدول يلي ناجحة اقتصاديا بالعالم هي الدول يلي ما بتعطي اهتمام بالقطاع الأخضر. لا بلش فيهم بالترتيب. لا، إذا بدك تحكي بالألمان أول اثنين على الأقل منني. الولايات المتحدة صحيح والصين، صحيح، هن أكتر ناس بلوسوا بالكرة الأرضية. عم نحكي على نمبرز كتير عالية، نعم. نحن عم نحكي على ترانزيشن بيريد، على مرحلة انتقالية للاقتصاد الأخضر. أنت بتشوفهم هلأ للصين وللأمريكان موجودين على طاولة للنقاش بمستقبل الأرض القادم وخلق هيدا القطاع الأخضر تيكون هو البديل، لأنه مش محبة بالأخضر ولا كرها بالأسود ولا بالرمادي، بس محبة بجيبتهم، لأنه هني بيعرفوا الاستثمار بهيدا القطاع في منه إنكم، في منه مدخول، وهيدا المدخول بغطي العجز اللي عندهم. أنا مني خبيرة اقتصادية، بس أنا بحكي من أرقام. نحن كحزب خضر إذا وصلنا إلى السلطة وكنا بموقع القرار، نحن رح نسعى لنطبق هالبرامج. إذا استثمرنا بالطاقة وبالبناء وبإدارة النفايات وبالزراعة، نحن منقدر نحد رقم كتير عالي بموضوع البطالة، وهيدي بتخلق للشاب حافز انه يضله ببلده، وبتخلق له الهدوء الكافي انه يكون مقرر بصنع القرار، يعني ينخرط بالسياسة، ما يكون بس هيدا مكان عم يشتغل وبنفس الوقت منه موجود بالقرار السياسي. بس مدام زعرور، الأحزاب الخضر بالعالم كله هي ذات اتجاهات يسارية، نعم، وليست يمينية. هل انتم بلبنان هيك كمان؟ إذا بدك تحكيها أنه نحن مع النقابات ونحن مع العمال ونحن مع الفقير، أي بغض النظر عن الكل، مثلا مشان هيك أنت هلأ مع أعطاء دفع السلسلة بغض النظر عن شو ممكن تعمل. لا بس ما منضحي بالاقتصاد، لأنه نحن بدنا البلد يكون واقف على عجري وما ياخد الدربة يلي أكلوها اليونان ويلي أكلوها الدول المجاورة. لا نحن منحكي بواقع، حتى أحزاب الخضر بالعالم ما بقى في يساري ويمني، في وسطي، يعني هني ميالين إلى الأفضل. ما فيك تشوف أنه أنا ولا يساري إلى أقصى الحدود، ما في بقى. بس هو أجمل منه يمين الأخضر بالعالم، منه يميني بس منه يساري إلى أقصى.
الى الـ وعادة بكل الانتخابات بالمانيا بكل الدول الاوروبيه بياخذ دائما هو واليسار بيعمل تحالفاته دائما مع اليسار. لا مش بالضروره، اخر انتخابات بالمانيا كان عنده تحالف مع اليمين المتطرف لانه ضربهم بالقمع بموقع السلطه تبعيتهم وقدر اخذ منهم اكثر ما هن بدهم ياخذوا منه. هي بتصفي مصالح انتخابيه لحتى يقدر يوصل الى السلطه ويطبق هو مشاريع اللي هو بيشوفها. نحن بننظر الموضوع الاقتصاد الاخضر هيدا بيخلق لنا وظائف. انا عم بحكي من ارقام الدوله اللبنانيه حطتها وعندها التزامات انها تخفف الانبعاثات ب 12% من هلا لل 2020، يعني عم نحكي 8 سنين، وعندها التزامات مع دول ثانيه انها تساعدها وتمولها لحتى تخلق. هيدي كلها حافز للشاب انه يقول لك والله أنا في عندي 2500 وظيفة بإدارة النفايات. طيب ما عليه، خلينا نعطيه. أنا عندي بالزراعة 1600 وظيفة جديدة بالإنتاج العضوي و15 ألف وظيفة بقطاع الغابات. طيب هودي وظائف. طيب بس بالتحديد عم تشير إلى موضوع النفايات وفرز النفايات في مكب صيدا يلي كل يوم بالمشاكل اللي مطروحة فيه، وفي معمل لفرز النفايات صار له خالص تقريبا رح يصيروا 10 سنين. شو حاولتوا تعملوا بهيدا الإطار؟ إلى أي مدى أنتوا كفريق سياسي يتعاطف مع القضايا البيئية؟ مش بس فريق سياسي، نحن فريق ناشط على الأرض، نحن مع المجتمع المدني. بهاي القضية شو عملتوا؟ نحن منعرف أنه مكب صيدا هو ملف سياسي وملف انكيات بالهيك بالمشبرح يعني زي ما نقولها، وملف يعني ما بتعملوا تما حدا ياخد كريدي بالموقع اللي هو فيه بالسلطة. هي ملف في له المال وفي له الخطة وفي له الوظائف وبيقدر ينحل ملف مكب صيدا. والمعمل جاهز. والمعمل جاهز. هيدا نحن اشتغلنا عليه كمجتمع مدني، اشتغلنا عليه تنوجدت كل هالفرص. نحن علينا التطبيق. طيب ليش بعدنا مش طيب كيد مين مشكلة ومين؟ مشكلة سياسية. طيب مين ومين؟ ما نحن بنعرف مين الفعاليات اللي بصيدا، مين هلأ اللي مش حابب حدا ياخد كريدي منه لملف صيدا لملف المنفية. بس كمان يقال انه الكلفة عالية. لا ما عالية، لأنه جايينها تمويل، مش عم تحط الدولة مش جايبتها، جايينها تمويل. عشو كلفة عالية؟ عم بيشكوا من جايبة غيرهم انه منا هالقد عالي. أنا اللي بقول هيدا معمل صار له 10 سنين جاهز، صحيح عم نورد نفاياتنا بالبحر، ناطر بس فأسه. قلتوا قرار سياسي، قرار سياسي بكل شيء، بدنا قرار سياسي للأسف، لأنه في شد حبال لمصالح شخصية بأي قرار، ما بيفكروا بالمواطن وما بيفكروا بالوطن. نحن بدنا تغيير، نحن بدنا ثورة، نحن عم نسعى إلى التغيير وإلى هذه الثورة. نحن بنسميها ثورة خضراء، بنسميها انقلاب أخضر، بدنا نجرب نوعي بالسلم. هلا الوصول إلى السلطة يقتضي المرور بالانتخابات اليوم. صحيح. لبنان في طور إعداد لقانون انتخاب. صحيح. قديش برأيك سوف يتم التوصل إلى قانون انتخاب جديد، أم سوف تترك الأمور على حالة من إضاعة الوقت تيبقى اللبنانيين أمام قانون الستين؟ لك اليوم أنا استوقفني شغلي لما طلع نائب مكاري عم بيعمل مؤتمر صحافي من بعد انعقاد اللجنة المصغرة، المكتمل النصاب لأنه كان في غياب. يعني تصور 10 نواب منهم مكتملين، عطيتها الدولة مهلة المجلس النيابي 3 أسابيع ومنه مكتمل النصاب. طيب انه هي مزحة ولا شو جايين يبيعونا وقت؟ او طيب بعدين الافرقاء اللي موجودين بهالعشرة اللي موجودين بنحترمهم كلهم وعنا اصدقاء بيناتهم كلهم، جايين وعارفين شو بدهم. يعني الخلاف اللي برا عم بفوتوه لجوا. هني لو بس دخلوا الهيئات المجتمع المدني انها تكون موجوده ومشرفه معهم وتقدر توجههم كانوا استعانوا فيها كثير. مش كبيره كلمه توجههم؟ لا مش كثيره، هني بيخدموا الشعب، النائب بيخدم الشعب. ليه منو النائب؟ نائب انا جبته لحتى يدير شؤون الدوله ويعمل لي الافضل لاني اعيش بهذا الوطن انا واولادي. مين النائب؟ مش النائب يلي بيطالب بزودة بوضع اقتصادي متدهور، انه شو يعني بالاخر وبأرقام مش بحقوق العمال؟
بس انا العامل اللي بيواظب بعمله ايه انا ما حقوقه بده يغيب عن اللجنه المصغره وبده يغيب دولار. مش هيك هن عم يشكوا هن عم يشكوا بالمجلس النيابي وبتقرير بمؤتمر لرئيس مجلس النواب انه عنده مشكله مع النواب ما بيحضروا اللجان وعنده مشكله بالغياب باللجان العامه. طيب الهيئه العامه طيب انا طب شو جاي عم بيعمل؟ طيب اللي بيغيب 10 مرات وبيجي بالاخر تيصوت على شو عم يعطيني انا كبمنطقتي او بالتشريع شو عم بيعطيني؟ انا ما بدي انا نحن كحزب خضر نحن بنحب ننتقد لنبني ما ننتقد لحتى نكسر بغيرنا. انت مخطئ عليك ان علينا نحاسبك فبهالمحاسبه علينا ان نفتح عينينا ونعرف مين اللي عم يشتغل صح ومين عم يشتغل مزبوط. يعني لا تصوتوا لهم ولا لا تعملوا انتم انتخابات وتخوضوها مباشره؟ لا لنصوت لهم لا لانه للحقيقه طيب مجرب عقلك بتكون عقلك مخرب شو هو اللي بجرب يكون عقله مخرب. طيب انا بدي احكيها بالدارج وبعامه الشعب وبصوت المواطن وبصوت الدكنجي وبصوت الانسان العادي وشفار التاكسي. طيب يا اخي ما انت شيء بعد حالتك تعتي يعني مرقت عليك ظروف كتير بهيدا البلد وبعدك مطرح ما انت يعني الاشياء الاساسية منها مأمنت لك. انا شو بدي كهرباء بدي مي بدي اشرب اكل نظيف بدي اكل. قانون للغذاء من 2003 لما كان الشهيد سليمان باسل فليحان وقدم لما كان وزير اقتصاد موجود بعده بالادراج لقانون يقدر يحط لك سلامة الغذاء وشروط انك تقدر تاخذها. طيب شو بيمنع؟ طيب هي مين بتزعج؟ بتزعج 14 بتزعج 8 ما هيدي للمواطن ما هني كمان عم ياكلوا منها. يعني شو اولويات هيدي؟ انه ليه؟ انه انا هيدا اللي بحزنني بهيدا اللي بحزنني انه اولوياتهم وين؟ اولوياتهم يضلون على المواقع اللي هن فيها هيدي هي الاولويات بدهم يضلون بموقعهم. خلينا ناخذ اتصال من رئيس الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات الاستاذ عدنان ملكي. الله معك. الله معك استاذ ست ندى. شو تعليقك على المشاورات التي يقال انها تجري بغرف مقفلة فيما اللجنة المصغرة يلي مطلوب منها انه تضيع الوقت حتى مش عم يجوا يحضروها اعضاء؟ الحقيقة نحن عندنا ملاحظات من الاساس على التأخير والتمييع بإقرار القانون بمجلس الوزراء وبإرساله يلي أخذ شهر بين مجلس الوزراء ومجلس النواب وبالنقاشات يلي عم بتصير داخل الجلسات يلي عم بتكون تقريبا هاي الجلسة عم بيقرروا اجتماع الجلسة الثانية هاي الشغلة الوحيدة اللي عم تتقرر. في خطوات ونحن أشرنا لها أنه كانت إيجابية هي أنه عملوا لجنة فصلوا مسارين مسار له علاقة بالنظام الانتخابي وعملوا معه لجنة مصغرة من 10 أعضاء والمسار الثاني يلي هو له علاقة بالإصلاحات. الحقيقة اليوم مثلا ما هو كل يوم واحد بده يراقب كل نهار بنهاره. يعني اليوم اللجنة يلي عم تشتغل على الإصلاحات يلي هي اللجان المشتركة الكبيرة اختلفوا على النقطتين يلي كانوا عم بيناقشوهم ووقفوا النقاش وأجلوه ولجنة المصغرة كمان أجلت الشغل تبعها. نحن هيدي إشي كتير بتخوفنا لأنه نحن عم نشتغل عامل الوقت هو شيء أساسي. وزير الداخلية قال أنه نحن إذا بدنا نشتغل على الإصلاحات بدي قانون يكون منجز بآخر السنة لأنه هو بدي يقوم بأمور ميدانية. انتقدوا رئيس مجلس النواب على هذا الأمر اعتبر انه انتقدوا ايه نعم اعتبر انه المجلس سيد نفسه ما حدا بيفرض عليه توقيت. المجلس زي السيد نفسه ويحاسب كل 4 سنين عند الشعب والشعب بده يراقب شو الاداء. يعني كمان الشعب بده يطلع على مجلس النيابي كم قانون عمل خلال السنه الماضيه وخلال حياته كلها يتسوى وقديش كلف كل قانون. القوانين لازم نعجل ببتة وخصوصا بهيك امور. غرف المغلقة والنقاش داخل الغرف المغلقة هيدي شغلة وعدم جدوى أو الوصول إلى نتيجة بالسرعة اللي نحن منتظرينها هيدي شغلة كمان ترفع علامات استفهام ومن حق الناس إنها تسأل. أنا مش بموقع رد نيابة عن وزير أو عن نايب هيدي سلطة سياسية بيعرفوا كيف يتعاطوا مع بعضهم بيعرفوا كيف يجاوبوا بعضهم. أستاذ عدنان بسؤال رح أخير ورح إن شاء الله بيكون عندنا حلقة نحن وياك قريبا
هل أنتم مطلعون على ما يجري داخل هذه الغرف المقفلة؟ وشو موقفكم كجمعية ديمقراطية الانتخابات من التعليب الذي يحضر له في الغرف السوداء في لبنان وخارج لبنان؟ نحن حقيقة قلنا بالعادي بالمناقشة القانون الماضي ويلي قبله كنا نحن ممثلين داخل هاللجان. للأسف هالمرة مع طلبنا وتكرار طلبنا من الرئيس بري ومن الرئيس مكاري بصفته هو رئيس هاللجان أن نكون موجودين داخل هالنقاشات يلي هو حق نحن بنعتبره لنا كمجتمع مدني نكون موجودين ونواكب هالنقاشات هيدي. لحديت هلا ما ردوا علينا وما دعيونا على ولا اجتماع من هالاجتماعات اللي صارت. نحن عم نواكبها من برا لبرا من خلال لقاءات مع النواب الأعضاء بهاللجان هيدي. بس وقت أعلنوا أنها سرية صاروا حتى هالأعضاء هودي ما بقى عم بيعطونا المعلومات اللي نحن بحاجة لها لحتى نتابع بطريقة أفضل. على كل نحن معروف اللي نحن عم نطالب فيه، في سلة من المقترحات موجودة بالقوانين اللي مقترحة عندهم وفي سلة من المقترحات نحن مسلمين لها النواب فردا الأصلاحات. نحن بنطلب منهم بالاجتماعات الخاصة اللي عملناها نحن وياهم ما كان في عندهم أي اعتراض على هالأصلاحات يترجموها لشيء عملي ويوافقوا على هالإصلاحات اللي موجودين غير عن النظام إذا كان نسبي أو أكتري أو الدوائر شو حجمها. نحن عم نحكي على إصلاحات تانية بتأمن سرية الاقتراع، بتأمن كرامة المقترع، بتأمن شفافية بالعملية الانتخابية. هيدي الأمور يلي نحن منتوقع انه ما يكون في اعتراض عليها من حدا، هيدي بنطلب نحن انه تتنفذ. استاذ علي والنتيجه بتبين سواء كانت غرف مغلقه واجتماعات سريه ولا اذا كانت علنيه رح تبين. نعم استاذ عدنان ملكي شكرا جزيلا لهذه المعلومات القيمه. شكرا لك وان شاء الله الى لقاء قريب. مشاهدينا نتوقف الان مع فاصل اعلاني، نعود بعده لمتابعه هذه الحلقه مع رئيسه حزب الخضر السيده ندى زعرور، كونوا معنا. نتابع مشاهدي ام تي في هذا الحوار ضمن بيروت اليوم وضيفتنا مثل ما صرتوا عارفين السيده ندى زعرور رئيسه حزب الخضر. بالنسبه لقانون الانتخاب كنتوا قررتوا تشاركوا رمزيا لتسجيل موقف باي قانون؟ يعني باي قانون رح تنزلوا؟ ليك نحن مش بس لوحدنا عم نشجع غيرنا من المجتمع المدني انه يخوض الانتخابات، لانه هلا في عم بيبيعونا وقت نحن عارفين عندك ثلاث قوانين عم ينشغل عليهم، عندك القانون اللي اجى من الحكومه يلي عم ينشغل عليه، عندك القانون التيار الوطني مع 8 أدار عم يشتغلوا عليه، وعندك القانون يلي عم يقترح من 14 أدار عم ينشغل عليه، وموجودين بهاللجان يلي مثل ما شفنا اليوم ما اكتملوا النصاب وما اجتمعوا. انا اللي بشوفه انه في كل واحد عم بجرب يقيسها على قياسه، ما بده يخسر، يمكن مش غلط، يمكن اللي موجود بالسلطة بيقول لك أنا ما دامني موجود أنا بدي أعمل يعني قد ما بقدر إني ضلني بهيدا الموقع لأنه البلد يمكن يخدوه إلى موقع آخر أنا ما برضى فيه. أوكي هيدا حق مشروط. والسلطة حلوة. والسلطة حلوة وهيدا حق مشروط، بس الشراكة لازم تكون كمان حق مشروط لإلهم. يعني ليه مسكرين على حالهم وما بدهم حدا يفوت؟ لا هلا هن مش مسكرين على أنتم عم تتقربوا على الحياة السياسية غير كل جمعية أو حزب لوحده. لا. ليش ما بتعملوا تجمع لكل فعاليات المجتمع المدني والأحزاب غير القائمة وبتعملوا ليستة وحدة؟ نعم أنا هوني بدي أقول لك أنه حزب الخضر عم يدعي إلى طاولة حوار بينه وبين المجتمع المدني، وعم بحس كل المؤهلين يلي أنهم يكونوا بالقرار السياسي أنهم يترشحوا على الانتخابات، وما ننتظر ليكون الانتخاب معلب على ذوقنا لأنه ما رح يجي على ذوقنا الانتخاب ولا بأي حلم. يعني عم نحلم أنه ممكن الأقليات أو الأشخاص يلي بتبقى مفرفطة ممكن تتمثل بقانون أكثريته معلب أكثري. يعني نحن أي قانون عم يجي مقنع بالأكثري، بيقولوا لك نسبية بعوق فيها بالنسبية، بس هي بالنهاية عم تحكي على قانون أكثري. بس مدام زعرور بكل القوانين لن يتمكن حزب الخضر من تسجيل نتائج كبيرة. نحن هي أول مرة فيك تحسبنا على شغلة ما خضناها قبل.
نحن أول انتخابات، خلينا تصير الانتخابات وبعدين بنشوف إذا سجلنا. ليك معايير الربح والخسارة عنا تختلف كلياً عن الحسابات الأخرى السياسيين. نحن كحزب رح نخوض الانتخابات، رح نشتغل بجدية، ونحن ضد الورقة البيضاء، نحن نرفض الورقة البيضاء. بدنا الناخب يكون جدي، بدنا المرشح يكون جدي، نحن جديين. نحن هلأ عم نسعى إن نعمل كوادر من المجتمع المدني تكون مؤهلة إنها تخوض معنا الانتخابات. هالتكتل الكبير الموزع على كل الأراضي اللبنانية بيخلق حالة. مش يعني حزب الخضر وحده يعني رح ينزل؟ لا ما فينا نخوضها نحن لوحدنا. نحن عنا مرشحين من كل الطوائف، انت تعرف حزب الخضر بيمثل، ونحن ما بنحكي بالطوائف، نحن بنسعى الى دولة مدنية. عنا من كل الطوائف ممثلين بالحزب وبموقع القرار وبالمكتب السياسي. نحن في عنا مرشحين لنا، رح بنكون موزعين ان كان على الدوائر او بالمناطق، ورح نجرب عم نسعى بطاولة الحوار يلي نحن عم نشتغل عليها، انه نحس ونشجع المجتمع المدني انه يخوضها ترشيحا وانتخابا. يعني ما بدنا اياه يكون هو موجود بالبيت ويقول انا القانون ما بيمثلني وما رح اقدم مؤخر. نحن ضد الورقه البيضاء، برجع بشدد، بدنا الناخب ينزل، بدنا يحاسب، بدنا يتحمل مسؤوليته، والا الوضع بده يكمل مثل ما هو. بموضوع القطع النسائيه بليز، لانه هيدا الملف انا بعتبره عار على النواب الامه العظيمه ان ما تاخذوا اولويه. المراه هي شريك، مش حدا منعها شي نهار، طلع شي تشريع بيمارس تمييز ضدها، بس في عوائق كتير بضربها. نحن ما منقول 30% بتكفينا، نحن عم نطالب 30%. بس حضرتك ترشحتي، حدا قال لك لا؟ لا ما حدا قال لي لا، بس القانون في كتير ناس مناصرين لقضية المرأة يعتبرون الكوتا مهينة. ليك بكل العالم وبأوروبا وحتى بإيطاليا، نحن كنا مؤخرا بمؤتمر الخضر هونيكي، اضطروا انه يعملوا أكوتا نسائية الى مرحلة انتقالية للمرأة، لانه مجتمعهم بيشبه مجتمعنا، مجتمع ذكوري. نحن منقول المرأة لما بتدخل الى البرلمان عم بتزيح رجل مقابلة، يعني ما رح يكون مبسوط كتير الشخص يلي موجود بموقعه انه تنافسه عليه مرأة، لانه المرأة اثبتت بالقطاع الخاص ان هي نافست الرجل وقدرت كانت باعلى المواقع وبموقع القرار وبالشركات الكبيرة بلبنان وبالدول العالم. انا اللي عم بقول 30% عم نقبلها لان منعتبرها مرحلة انتقالية، نحن منمثل نصف المجتمع اللبناني. الدستور سمح لنا نترشح، الدستور اللبناني، وهن بيلعبوا علينا بهيدي الخبرية انه لا نحن عم نكون عنصريين تنعطي للمرأة 30%. المرأة بتستاهل اكتر بكتير، بس وين المساحة اللي عم تعطيها اياها للمرأة؟ ما في مساحة. ضروري، وبنرجع منشدد، المرأة هي الصوت الصارخ بالمجتمع اللبناني. المرأة لازم تمثل بموقع بصنع القرار، لانه المرأة قبل تنختم هذا المحور. بس إذا منشوف نحن السيدات يلي ترشحوا ما أخذوا أصوات نسائية، لأنه القانون مش رحمهم. أي قانون؟ بأي قانون حتى السيدات اللي ترشحوا بدك تعطيهم، بدك تجبر الناس تنتخب؟ لا، بدك تعطيهم موقع على اللائحة وموقع في البرلمان نسبي، وغير هيك ما حدا بينتخب امرأة. نحن جايين بمجتمع شرقي متعصب، حتى الستات. نحن جايين من نحن مجتمع شرقي. المرأة بعد ما خاضت إلا لابسة أسود وفاتت على المجلس النيابي، ولا امرأة دخلت المجلس النيابي إلا ما كانت من بعد وفاة أي قريب لها وقدرت حلت محله. في استثناء، نحن في وين الاستثناء؟ السيد غنوة جلول. طيب يعني كمان اوكي، هون بنثني على تيار المستقبل انه جاب، حتى بنثني على دور رئيس بري انه جاب وزيره بحكومه، حتى بنثني على رئيس الجمهوريه انه جاب وزيره بحكومه، انه بنقدر نثني على، بس اشياء صغيره عيب نتوقف عليها. نحن مجتمعنا ناشط، المراه قادره، المراه فاعله، ما مفروض يعطوك 10%؟ شو 10%؟ يعني انا بس بدي اقول مش اني عنصريه الى اقصى الحدود انه انا اقول انا المراه افضل من الرجل. نحن نؤمن بالشراكه، المراه بتكمل وموقعها بصنع القرار بيعمل توازن، وخصوصا ببلد هالقدي
بواقع بمنطقة حساسة. هترشحوا سيدات بحزب الخضر؟ نحن رح نشتغل على ترشيح 30% بنسبة 44 سيدة، وهال 44 سيدة مثل ما بدك فيك تسميها، يمكن تكون مؤذية يمكن تكون مؤذية. ساقة بالرقم 44 ولا لأنه 30% بتسجل 44. نعم. فالرقم مخيف، لازم ينتبهوا منه. لازم ينتبهوا منه. قبل ما نتابع حلقتنا بدنا نروح على قضية أيضا اجتماعية، قضية المالكين القدامى. معنا أستاذ باتريك رزق الله حول هذه الموضوع، حول هذا الموضوع. أستاذ باتريك الله معك. الله معك استاذ نطوان، والله مع ضيفتك الكريمه. كنت امبارح معتصمين واقفلت الطريق، هذا التصعيد بطرق المواجهه، لماذا؟ نعم، لانه لجنه الاداره والعدل قامت بانجاز مشروع قانون بيتعلق بالايجارات القديمه. نحن مثل ما بتعرف استاذ نطوان، وسبق بمداخلات مع حضرتك ذكرت انه لنا ملاحظات كثيره على هيدا القانون، لأنه بيمدد إقامة المستأجرين القدامى بمنازلنا 12 سنة إضافية، وبيلحظ أيضا بدلات إخلاء بحالات الإخلاء الفوري، مع أنه هذا القانون ظالم بحقنا ويمدد إقامة المستأجرين بمبالغ زهيدة ب 30,000 ليرة بالشهر. ومع هيدا كله عم نتعرض لحملة شرسة من بعض التجمعات يلي تدعي تمثيل المستأجرين، والطرح تبعهم اللي طرحوه مؤخرا واللي هو مهين ومعيب وبيستدعي رد من النواب ومن الوزراء، عم يدعو الى استملاك منازلنا بالقوه، يعني دعوه الى التأميم بشكل علني وفاضح بالصحف اللبنانيه وعلى قنوات التلفزه، بشكل خرق لجوهر الدستور اللبناني ولنظامنا الرأسمالي، بعد اقامه ببيوتنا لمده 40 سنه مجانا ب 20,000 ليرة بالشهر، عم يجوا يطالبوا بعض التجمعات باستملاك هذه المنازل. طب نحن عم نشوف اليوم بعد ظلم 40 سنة، بعد ما يجوا يشكروا المالك وعلى فضله على هيدا البلد وعلى بعض المستأجرين، بيجوا بيطالبوا باستملاك هذه المنازل. هيدا أمر ما رح نقبل فيه إطلاقا، ما رح نقبل بقى إنه حدا يقعد بمنازلنا بالمجان. نحن حان الوقت لنقول كفى بقى، كفى هيدا الوضع يستمر. اليوم 5 أمبير 100 دولار بيدفعوا بالشهر، مثل ما عم يدفعوا 100 دولار بالشهر كهرباء وغيره، يدفعوا لنا أجار البيت العادل، ونحن هيدا البيوت عمرناها ليسكنوا المستأجرين فيها. بس ما بيصير استاذ أنطوان مهندسين ومحامين ونواب قاعدين بمنازلنا بالبلاش. طب هيدا احتلال، وبيجي بيقول لك انا حفصل لك على المنزل. هل يجوز بالاخر انه واحد يقعد ببيتك يحتله يصادره ببلاش وبتواطؤ مع الدوله وبغطاء من القانون، ويجي بالاخر يربحك جميله ويطالب بمصادره منزلك؟ استاذ باتريك، حاورته رئيس المجلس حول موعد طرح هذا المشروع القانون؟ صرنا طالبين عدة مواعيد من رئيس المجلس النيابي، بيقول انه بيرفض يقابلنا او يقابل المستأجرين ليكون مسافة واحدة من الجميع، ولكن احنا سؤالنا تم انجاز مشروع انه ملاحظات عليه، ولكن سيتم طرحه بجلسة تشريعية المقبلة ب 27، ويتم طرحه بالتصويت بالاخر. خلي هذا المشروع اللي ياخذ حقه بالواجب. يا يقولوا نحن معكم، يا يقولوا نحن ضد، بس هيدا الغش اللي ماشيين فيه بحق المالك القديم، يا يقولوا لنا انتم بطلتوا ابناء هذا الوطن، خلينا نغادر بقى وكبونا بالبحر وكبونا، او نعرف حالنا اذا ابناء هذا الوطن يتعاملوا معنا بالقانون ويطرحوا مشروع القانون بال 27 تاني. وهذا ندائنا عبر قناه الام تي في لدوله الرئيس بري، وخلي كل نايب يعطي رايه ويتجرأ يعطي رايه، وما بقى يقولوا لنا في انتخابات نيابيه ويتعاطوا معنا من زاويه، عفوا على كلمة، من زاوية صغيرة زغره للنائب اللي عم يتعاطى بها. أستاذ باتريك رزق الله، نائب رئيس جمعية المالكين القدامى، شكرا جزيلا لك. شو رأيك بهذه القضية الشائكة؟ أنا بشعر بالوجع اللي عم بيشعروه المالكين، في مشكلة. نحن وقت حادثة بناية فسوح ووقتها هلأ انطفت، بس هيدي أساسية وإلى دور كتير كبير باللي عم بيحكي موضوع الترميم وموضوع الصرف اللي بده يصير من المالك على البناية إذا ما عم ياخد حقه بالترميم يلي بتفرض عليه الدولة للمستأجر. طيب كيف هيدا بده يساهم بتحسين وضعه للبناية أو للمنزل؟ يعني في هون حلقة ضايعة، عليها الدولة إنها تلاقي الحل. هيدا في مشروع الإسكان،
تلاقي بدائل مساكن بديلة، بس مش احتلال. يعني في ناس نحن منعرف اشتغلوا كل عمرهم لحتى يقول لك أنا أمنت أخرتي، عندي أجارات وعندي بناية وبعيش منها، فما تطورت ما تطورت، مش حق. واللي ساكن هونيكي كمان هو شخص كمان ما عنده القدرة، الدولة ما أمنت له هالمدخول وهالضمانة والطبابة والبطاقة الصحية تتوفر عليه شوي ليقول أنه أنا مأمن من ميلي، بدفع مستحقاتي من ميلي تاني. في خلل بالنظام، النظام بده يتصلح، الإصلاح بده يكون موجود. أنا ما بلاقي شد حبال بين المستأجر والمالك، هودي مواطنين كل واحد عم بيحكي من وجعه، من حاطة دم قلبه. إن كان المستأجر بيقلك أنا وين بدي فل، وين أي بلا أي بيت بدي أقعد فيه، وكان المالك بيقلك أنا هاي بنيتي ولا ما عم بقدر رممها، يمكن تقشط على رأس المستأجرين لأنه ما عم بيعطوني حقي وما عم بيكملوا ما عم بيقوموا واجباتهم. يعني مشكلة شائكة أكيد، بس بتوصل لمشاكل ولا وضع كارثي. يعني نحن عم نحكي اللي شاهدناه ببناية فسوة. نعم. اليوم كمان في المسألة السورية، امبارح كان في بلبنان الأخضر الإبراهيمي، غير أنه قال بده يحترق الأخضر، حسيته الأخضر اليابس والأخضر حسيته كحزب بقلق من احتراق الأخضر. ليك نحن خايفين كثير من الوضع اللي عم بيصير واللي عم بيتطور بسوريا. الوضع إلى تأزم أكيد، ونحن شايفين خلاص ضاعت الفرص بموضوع الحوار. يعني ما في الحوار اليوم، في محاولة لهدنة على عيد الأضحى، ربما إذا نجحت قد تكون أول هدنة يعملوا رمضان وما مشي الحال، إنه إن شاء الله، لأنه في أطفال عم بتموت. نحن عم نشوف المستشفيات كيف عم بيشفطوا الدماء على مداخل المستشفيات. في مجازر عم بتصير نحن شاهدينها، ما في تكافؤ بالقدرات والقوة اللي موجودة. النظام عنده قوة ضاربة عسكرية، المعارضة عم تتسلح بأشياء كتير بسيطة تدافع عن نفسها، وهي عم تعطي حجج للنظام إن هي تضرب أكتر، إنه المعارضة مسلحة. هون صار في حلقة ما بنعرف مين المستفيد فيها. نحن كحزب خضر بنرفض السلاح. الحوار بيصير بطرق الدبلوماسية وعلى الطاولة بين المختلفين. أكيد ما رح تصير بسوريا لأنه خلص انكسرت الجرة وما رح بتصير. بس أنا اليوم بقرأ يعني بمواقف لفرنسا أنه هي بترفض تسليح المعارضة، لأنه المعارضة فيها تكون عم تضر نفسها إذا تسلحت، لأنه بتكون خلقت ظروف للنظام. يعني بيتركوا الناس لمصيرهم؟ لا، هن عم بيأمنوا. لا، أنا عم بحكي كفرنسا كيف تنظر، عم تأمن الأمور الإنسانية، عم تأمن الأمور المواطن يلي عم يعيش بهال تدهور الأمني، بس هي ضد التسليح المعارضة. في دول تانية عم تسعى أن تسلح المعارضة للدافع عن نفسها ليصير في تكافؤ بالفرص. بارح شفنا أنه وقعوا هليكوبتر، وهيدي يمكن بيعتبروها تقدم بالتسلح للمعارضة. نحن ضد التسلح، الحوار، التغيير لازم يصير من الشعوب بطريقة ديمقراطية. بس يكون في انتخابات مدام زعرور، 30-40 يمكن من الأربعينات مش صاير انتخابات ديمقراطية. صحيح. بسوريا. صحيح. طيب وكيف بدنا نغير الناس؟ طيب بمصر شو صار؟ ما كان في انتخابات، ولك وينهم؟ غيروا، انه قدروا غيروا. يعني نحن منجرب قد ما فينا، لأنه بالميلتين في دماء عم تهدر، وهن الأبرياء. يعني إذا كانوا مسلحين المعارضة أو إذا كانوا عزل عم يكلوها بالحديد النظام السوري. نحن اللي بنشوفه الدول المجاورة أكيد مسؤولة إنها تستضيف المشردين يلي جايين. وهون أنا بدي أحكي شغلي كحزب خضر، نحن شو عم نعمل بموقع النازحين اللي موجودين بعقار وبطرابلس. عنا نحن فريق عمل عم يشتغل على موضوع الطلاب السوريين لنقدر نأهلهم ويدخلوا بالمناهج التربوية، لأنه المناهج اللي نحن يلي مختلفة عن النظام التربوي عندهم. وعم نشتغل لحتى ما يضلوا هيدا الشاب السوري خارج المدرسة، لحتى ما يكون عائق لنا بالمستقبل. يعني عم نرسم خطوط دفاعية نحن والمجتمع المدني. بأي معنى عائق؟ بأي معنى شو؟ عائق، لأنه بده يسبب مشاكل. يعني هيدا اللي حاطه على الطريق، لا عنده بيت ولا عنده مدرسة ولا عنده وطن، بالنهاية بده يستدرجوا فريق
بده يستدرجوا فريق، يعني بدك تحملوا سلاح بالاخر. فنحن هيدا العائق بالنسبه لنا كحزب خضر، عائق ضد الدوله المسالمه. اذا الرئيس بري اليوم اشار انه ممكن يصيروا باول السنه من هلا لاخر السنه يمكن 400,000 لاجئ في لبنان. هلا نحن الارقام بتقول عندنا بعكار 6,000، وعم نحكي طلاب، هلا عم نحكي بين العيال 6,000 عائله، وعندنا بشمال بطرابلس 8,000 عائله. هودا العائله يعني بدك تضربها باربعه، يعني عندنا بالقليله هلا يقال في 96,000. نحن هي عم نتحمل عبء اجتماعي كثير كبير، بس بموضوع المدارس نحن عم نجرب نشتغل مع المجتمع المدني ان نحط خطوط دفاعيه لهالطلاب، انه نقدر نستوعبهم بمدارسنا ويقدروا يتاقلموا بالمناهج تبعونا. برايك لبنان رح يقدر يوصل ل 400,000 كما يخشى الرئيس بري؟ وشو ممكن تكون تداعيات مثل هذه الأرقام على كل القضايا اللي أشرتي لها؟ أكيد يعني نحن بوضع نحن لوحدنا ما عم نقدر نكمل حالنا، يعني أكيد في وضع اقتصادي ضاغط بده يصير علينا. ما نحن متأثرين بالوضع اللي عم بيصير بسوريا، هيدا شكل محزن جدا. نحن ما نتمنى ولا لأي شعب يمرق بهيدا اللي عم يمرقوا فيه هني، لأنه نحن مرقنا فيه، لانه نحن دقنا، وان شاء الله ما تطول، لانه نحن طالت كثير عنا ودفعنا ثمنها كثير. فالتمني شيء والواقع شيء، ان شاء الله نقدر نكون يكونوا الحكام عملتوا اتصالات بالتنظيم الاخضر بالعالم من اجل مساعدتكم بموضوع اللاجئين؟ ايه اكيد، نحن الاحزاب الخضر الاوروبيه عنا تواصل جدي معها، وهن يعني بيقدروا يدعمونا بالاستشارات، يعني ماديا هن مثلنا بيشبهونا، ما معهم مصاري، وهيدا شيء مشرف انه الاحزاب الخضر ما بتتمول من الكارتال الكبير يلي بيمول الاحزاب اليساريه واليمينيه. بس نحن مرتاحين بهذا الوضع، خبراتهم كثير مهمه، بيقدروا يساعدونا بالتوجيه والموضوع الاستشارات. اي نحن على تواصل استشارات، بس دعم غير استشارات؟ لا، مادي تنظير يعني مش تنظير، نحن بنستفيد بالتنظير اكثر من المادي، لانه المصاري بتجي وبتروح، ما بنقدر نبني الجنريشن تبعنا. نظل في الوضع السوري من زاوية الصحافة العربية. كتب عبد الرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط مقالة بعنوان لماذا نكذب على السوريين، ومما جاء فيها مشاريع بإرسال مراقبين ووسطاء ومبعوثين، وكذلك وعود بإرسال قوات سلام وقوات حماية للمدنيين، وحديثا جدا قيل بإرسال قوات حرب لردع قوات نظام بشار الأسد. السؤال المحير: ماذا حدث لكل هذه الأفكار؟ ماذا حدث لفكرة إرسال قوات عربية التي طرحت قبل 3 أسابيع؟ وماذا يفعل الأخضر الإبراهيمي منذ تكليفه بمهمة إنهاء الأزمة السورية؟ ماذا فعل من سبقه من المبعوثين؟ وماذا صار بشأن دعم المعارضة بالسلاح وتمكينها من إسقاط نظام بشار الأسد؟ برأيك كل هذه الأسئلة إلى ما تؤشر؟ فترة طويلة من الضياع، استمرار الأزمة، تؤشر إلى أحباط، تؤشر إلى عدم هيك حسم الأمور، تؤشر إلى طول الأزمة، تؤشر إلى عدم حسمها. كلنا اشعين انه اللي عم نلمسه انه ما في حسم سريع، الازمه الى رح توسع اكثر ان شاء الله. لا بس النظام لم يتراجع ولم يقتنع انه ال40 سنه وال45 سنه اللي حكم فيهم صار حلهم يخلصوا، يعني انه يعني غريب، يعني هيدا المنطق اللي بيقول انه بعد اعطوني فرص وبعمل انا حكومه انتقاليه وبسلم. طب ما خلص، يعني أكيد النظام السوري ما رح يرجع مثل قبل، إن شاء الله ما تروح المنطقة إلى تقسيم، إن شاء الله ما تتأزم وتفتح إلى مجازر ودم أكثر. نأتي إلى الفقرة الأخيرة من البرنامج، وهي فقرة أسرار اليوم. اخترنا من صحيفة النهار، قال وزير سابق إن أرضا كانت مخصصة لبناء سجن في منطقة الجنوب أقيمت عليها فيلا. ما عرفنا مين الاسم،
بس بفتش طلع بيطلع شخص سياسي يعني ما بدها كثير يعني اثنين يعني هذا بيفتح الموضوع قضية المحاسبة للأشخاص يلي بيتولوا قطاع عام. نعم. هل برأيك بلبنان يمكن أن نرى يوما محاسبة؟ يمكن اعطوه فرصه لحزب الخضر انه يكون بموقع السلطه وشوفوا كيف المحاسبه تصير. انا عم اتوجه للمواطن لانه المواطن لازم يكون عنده خيار. بس ما كلهم كانوا هول الاحزاب لما كانوا محل حزب الخضر كانوا يعيدوا بالشيء بس نفسه. احنا ما جربونا. ما الناس من بعد ما جربت لا جربت وضلت تجرب الاشخاص هن ذاتهم بس نحن ما جربونا. عليهم يجربونا. نحن فريق ننظر إلى بلد حضاري، فريق ننظر إلى شعب عنده الاكتفاء الذاتي، وما عم نحكي من بالهيك بالغيب، عم نحكي بأرقام، عم نحكي بخطة، عم نحكي ببرنامج. سيدة ندى زعرور رئيسة حزب الخضر، أهلا بك في أم تي في، مع أطيب التمنيات بالتوفيق. شكرا لكم. شديدنا مشكركم للمتابعة ومذكركم أنه بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا MTV لبنان نيوز على موقع تويتر و MTV لبنان على موقع فيسبوك وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. شكرا وإلى اللقاء.